السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من برنامج سبيشال كار. نجم اليوم شيء عملاق مو عادي من فريق كربوتانيوم. لمتابع صح العاصفة الأخيرة اللي صارت بالإمارات، هذا أحد النجوم اللي شاركوا بإنقاذ الناس، مساعدة الناس. هذا النجم اسمه إيفيكو ديلي 4x4. رح نعطيكم تفاصيله والتعديلات الراكبة عليه، بس قبل ما نبلش حلقتنا، مو مسوي اشتراك، سوي اشتراك، فعل الجرس واعطينا لايك وانشر الحلقة بين أصحابك، وبسم الله نبدأ. هيا بنا. أثناء مشاهدتك للحلقة أعطينا تقييمك للسيارة من 100. إكسادو هو الراعي الرسمي للموسم الجديد من برنامج سبيشال كار. إيفيكو ديلي 4x4 هاي النسخة الوحيدة راح تشوفوها بهذا التصميم بالإمارات، لأنه هاي السيارة الوحيدة، وبجوز هي نادرة جدا في منطقة الشرق الأوسط، بجوز ما تشوف ولا بيكاب زي هذا البيكاب، هو الوحيد. شو ميزة هذا البيكاب؟ ميزة هذا البيكاب إنه وزنه مو كتير ثقيل، المحرك تاعه ممتاز، وعنده قدرات دفع رباعي قوية جدا. وهاي الحلقة من منصة عرب جي تي تكريما لهذا الوحش على القدرات والظروف اللي سواها وساعد الناس، فإحنا واجبنا الإعلامي أنه نخبركم هذا الوحش اللي أنتم شفتوه بالفيديوهات، بالذات سكان الإمارات. هاي سيارة إيفيكو ديلي 4x4، يعني دفع رباعي. هاي سيارة نادرة زي ما قلنا، لأنه هي عبارة عن تصميم بيكاب. أنتم متعودين تشوفوا هذا الإيفيكو يكون عبارة عن باص. نعطيكم شوية معلومات ميكانيكية عن هذا البيكاب. شو المحرك والقلب النابض تاعه؟ المحرك والقلب النابض تاع هذا البيكاب محرك 4 سلندر 3000 سي سي تيربو تشارج ديزل، بيولد قوة 176 حصان، وبالنسبة لعزم الدوران يصل إلى 400 نيوتن. قدرات هذا البيكاب من ناحية الأفراد ممتازة جدا. عندك هون دبل ثقيل، وعندك هون الدبل الخفيف، وبإمكانك تساوي الدفلوك الوسطي والخلفي والأمامي، فأنت كقدرات أفراد ممتازة جدا. واللي حضر بداية برنامج سبيشال كار، العملاق الأصفر، العملاق الأصفر شفتوه قديش مرتفع. تخيلوا هذا الإيفيكو ديلي مرفوع أكثر من العملاق الأصفر. والميزة تاعته الصراحة كثير حبيتها، أنه الزجاج الأمامي تاعه كبير، مكان السائق ممتاز جدا، كاشف الوضع، فأنت يعني شايف الدنيا قدامك تحت، فأنت بالقدرات تاعت الأفراد إنقاذ كل هاي الأمور أمورك تمام، ما عندك أي مشكلة نهائيا. ناخذ فاصل سريع ونتكلم عن بعض المنتجات تاعت زيوت إكسادو. اليوم المنتجات، الأول بريك كلينر. هاي المادة بترش على النظام البريك سيستم تاع سيارتك. مرات بيكون في ترسبات وأوساخ عالقة بالنظام، ومرات لما أنت تدوس بريك بيطلع صوت صفير مزعج نوعا ما. لما ترش هاي المادة، هاي المادة تعمل زي طبقة وبتنظف وبتشيل كل هاي الأشياء اللي بتساوي أنواع من الصوت والتصفير والصرير، وبتختفي، وبالذات على الحرارة العالية مرات بيطلع صوت صفير، هاي المادة بتشيل كل هذا الحكي. مادة الماكس فلاش، الفكرة الرئيسية منها أنه بتشيل الكربون الموجود بغرفة الاحتراق، بالصبابات، بالبلفات، على رنجات البستن، كل هاي الترسبات تحت الكربون بتم إزالتها من خلال استخدام هاي المادة، والمحرك بصير الاحتراق ممتاز، وبتصير السيارة طبيعية، مرات بتكون السيارة بتساوي رج المحرك تاعتها، هاي المادة بتشيل كل هذا الكربون. المنتج اللي بعده أنتي كربون. هاي المادة كيف طريقة استخدامها؟ نحكي انه محرك السياره تاعتنا 4 سلندر، بتفك البواجي تاعت المحرك وبترش هاي الماده من عند الفتحات تاعت البواجي، فبتنزل هاي الماده بتصير عند غرفه الاحتراق فوق المكابس، بتحط قطع من القماش بتسكر هاي الفتحات تاعت البواجي، بتقوم بتشغيل السياره اكثر من مره، فالبستن بيطلع وبينزل بيطلع وبينزل، بعدين بتوقف بتسيب هاي الماده تقريبا 3 دقائق لخمس دقائق، بعدين بتشيل القماش بترجع البواجي بتشغل السياره، بتتم عمليه الاحتراق، البساتين بيطلعوا وبينزلوا، بتكون الماده ازالت كل الكربون الموجود فوق البساتين، وبيطلع من خلال الاكزوست للخارج، بتلاقي فيه دخنه، نطفت غرفه الاحتراق وراس البستون على الاخر. ماده الميتال بوليش بتقوم بتنظيف النكل الموجود بالسيارة أو الكروم، سواء كان جنوط أو الجريل أو أي جزء كروم أو نكل بالسيارة، بس بترش عليه بتسيبه شوي، بيساوي طبقة لحماية القطعة اللي أنت رشيت عليها، وبترجع كأنها جديدة. المادة الأخيرة لليوم كونديشنر فور روبر أند بلاستيك. الفكرة من هاي المادة بترش على المطاط أو الربر الموجود بسيارتك، وبتقوم بتنظيفه والمحافظة عليه وإزالة الخدوش منها. التابلو تفتح الماكينة تاعت سيارتك بتشوف أي بلاستيك
بيتم تنظيفه وإزالة كل الخدوش. وعلى فكرة هاي المادة بإمكانك تستخدمها على الإطارات تاعت سيارتك، كيف البولش أنت بترشه، فهاي المادة بتحافظ على الإطارات وبتضل شغال تقريبا لمدة 10 أيام حتى لو غسلت السيارة. فهاي المنتج كثير ناس راح يحبوه، حتى الشباب اللي معي بالتصوير حبوا هذا المنتج. إذا عجبوك هاي المنتجات بإمكانك تتواصل مع الوكلاء الموجودين في الشرق الأوسط، ظهر أرقامهم وحساباتهم أمامكم على الشاشة. الآن خلينا نرجع أكشن مع حلقتنا. هيبنا الإيفيكو بيجي بإصدارين، في إصدار 3.5 طن وفي إصدار 5.5 طن. الإصدار المعنى اليوم 3.5 طن. نظام التعليق تاعه الصراحة وانت سايق هيك الوضع تمام مريح، إذا بتطلع مطبات وأشياء أوفرودينج بتحس شوي يعني بخضخض، بالذات الأشخاص الجالسين بالخلف، والمقعد الموجود بالخلف عليه خاصية إنه عليه زي زنبركات، فالناس اللي ورا في لهم زي مصات صدمات. بس قلت لكم هذا البيك أب مش لإشي ديلي، هذا لمهمات. الجير بوكس عادي 6 سرعات، سهل بالتبديل، تسوق السيارة ما عندك مشاكل وبتحسه سريع، بس ما في سرعات عالية، يعني أتوقع التوب سبيد تاعه 130-140، خلاص قفل سرعة ما بيمشي أكثر. شو في تعديلات على هذا البيك أب راكبة؟ موجود بالأعلى بالخلف بوكس كبير، هو عبارة عن كشاف بإمكانك تتحكم فيه وتلفه يمين ويسار مشان تضوي على الأماكن اللي أنت بدك إياها. من التعديلات الراكبة على هذا البيك أب العملاق، شايفين الأضوية 4 كشافات عملاقة ممكن تشغلهم على 2 ستيجز. وأيضا موجود راكب بالبوكس على اليمين بالأسفل مضخة هواء بحالة أنت بدك تنسم تواير، بدك ضغط هواء، بدك تساعد ناس تعطيهم هواء، موجود. وموجود أيضا منظم كهرباء، فيه فيش كهرباء إذا أنت بدك تولد كهرباء تشحن أمورك تمام. هذا أجا تعديل الشباب ركبوه كتعديل. البيكاب عليه نظام التعليق الخلفي ريش، لما يكون 3.5 طن بيكون عبارة عن ريشتين، أما إذا بيكون 5.5 طن بيكون إما 3 ريش أو 4 ريش حسب الطلب. هذا الإيفيكو ديلي 4x4 موديل 2018، وما شاء الله لحد هاي اللحظة ماشي 5000 كيلو. هذا البيكاب من ضمن فريق كاربوتينيوم اللي هو الفريق اللي خبرتكم عنه سابقا، عندهم معرض سيارات فخمة وأيضا فريق احترافي بالأوفرودينج. الاسم على فكرة مشتق من شركة باجاني اللي هو هم طلعوا هاي التقنية اللي هو كاربون فايبر تيتانيوم، تخلطوهم مع بعض بطلع الكاربوتينيوم. كل الشكر لأخوي أحمد الخيال صاحب هذا الوحش العملاق، قدم لنا إياه نسوي لكم حلقة سبيشال تعجبكم. وشوفوا الميزة، سيارات سبيشال كار المميزة طلعت وساعدت الناس وأنقذت الناس، الله يبارك بجهودهم، شكرا لهم. عندك سيارة سبيشال، عندك سيارة مميزة، تواصل معي عبر حسابي على الانستغرام وإن شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك ببرنامج سبيشال كار. نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جديد، في أمان الله ودوس يا الحبيب ديزل ادعس. هي الفكرة الرئيسية انه هذا البيك اب بيك اب تورك مش تسارع، 176 حصان بس اقلص ورا شو ما بدك امورك تمام.